هذه القصة تغمر قلبك بقناعة لو كنت صادق، لو تخلى عنك كل الناس ما يتخلى عنك الله أبدا. يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الأموال والصدقات من الناس في المسجد، وكان هناك طفل اسمه عمير بن سعد، فانطلق وخرج من المسجد إلى عمه الجلاس بن سويد وكان من المنافقين، وقال يا عماه إن رسول الله يجمع الأموال في المسجد، فذهب وتصدق. فنظر هذا المنافق إلى الطفل وهو يضحك وقال لجلاسه لو كان ما يقول محمدا حقا فإن حميركم أفضل منكم. فغضب الطفل حبا لرسول الله وانطلق إلى المسجد وقال يا رسول الله إن عمي يقول عنك كذا وكذا. فأخذ الصحابة يسكتون ويعني لا تأخذ بكلامه الطفل يا رسول الله. فقال النبي دعوه أعد ما قلت. فأخبر النبي بالقصة فقال النبي ائتوني به. فدخل الجلاس فقال له النبي أحقا ما قاله؟ فأقسم كذبا على الله وقال والله ما قلتها. فأخذ عمير أمسك بثوب النبي والله قد قالها يا رسول الله والله ما كذبت. فأنزل الله تصديقا لهذا الطفل ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم.